المواطن الإسرائيلي. المواطن الإسرائيلي النهاردة ارتفاعه متوسطه 176 سنتي. أنا قصدي إن أهمية الموضوع له علاقة بأمن قومي وله علاقة، أنا مش عايز، أنا بس بدي هيدلاينز في الموضوع، مش عايز أخش فيه باستفاضة. طيب دي السلبيات بتاعته اللي هو ان احنا ما بنستعملش الجهاز. بس دي السلبيات بس بتاعته بالزبط. طيب هو في حاجه تانية انا محتاجه اسالها عن الجهاز. اتفضل. شايف حضرتك ان الجهاز ده بيفيد كم مره؟ يعني الواحد يقدر يصابر عليه قد ايه علشان يقدر يطول او يقدر يوصل للحدود بتاعه الطول؟ هو قد ايه البرنامج؟ 6 شهور. برنامج 6 شهور. لكن طبعا في قاعده اساسيه في التمارين اسمها الفروق الفرديه. يعني في انسان ممكن اول من اول شهر يجيب معاه نتيجه، في ناس في من تاني شهر، في من تالت شهر، لكن 6 شهور بيكون وصل للماكسيمم بتاعه اللي هو من 5 ل7 سنتي. فدي بتختلف من فرد لفرد، سواء هو يكون 5 سنتي او 7 سنتي بالنسبه على حجم الاقراص او الغضاريف نفسها بالنسبه له هو. على حسب يعني. على حسب. طب في سؤال تاني. اتفضل. الجهاز ده موجود منه في الاسواق المحليه دلوقتي ولا لا؟ طبعا انا خلاص موجود. أنا عملنا شركه صغيره. طب هي الفكره بتاعت حضرتك؟ طبعا. يعني مفيش اي جهاز موجود خالص غير ده؟ هو ده اللي موجود؟ طبعا. انا في ناس يعني بتتفاوض معانا، بس طبعا انا عندي مشكلات اللي لها علاقه بالكميه، لان طبعا انا بضطر اصنع جهازين ثلاثه، فطبعا لما يكون في سبورت كبير هنقدر ان احنا ندخل الاسواق حتى العربيه والافريقيه. واخد بال حضرتك؟ تمام. طب حضرتك ايه الافكار اللي اول ما ابتديت تعمل فيها المشروع حبيت توريها لحد من رجال الاعمال، او حبيت توصل الموضوع ده لحد وفي ناس قبلته وفي ناس ما قبلتوش، او في ناس بالاصح حبت تقول لك لا المشروع ده ملوش اي لازمه؟ يعني لقيت معوقات في الموضوع ده ولا لقيت طبعا على طول؟ انا هقول لحضرتك حاجه. انا مثلا الجهاز ده مش مسجله في براءات الاختراع. ده مش متسجل في براءات الاختراع؟ لا، لسبب بسيط. ده واثنين ثلاثه غيره. ليه؟ لان اول اختراع انا جيت عملته اللي هو اللي انا شرح حاجه بتاعه تنس الطاوله ده، فوجئت فيهم لقيتهم هم بعتين لي حاجه رسوم. طبعا هم بيتاخروا جدا في فحص الجهاز. فلقيتهم بعتين لي جواب بيقولوا لي انت مطلوب منك تدفع 3.5 جنيه عشان انا اعتبرتها انها يعني شيء مش يعني مش سريع، مش شيء جدي يعني. ماشي. المهم بعدها بسنه انا رايح اشوف الجهاز، يا جماعه ايه الاخبار؟ الفحص الفني، بيبقى في حاجه اسمها فحص فني. فحص الفني امتى؟ قالوا لي ده خلاص الجهاز، ما احنا بعتنا لك جواب عشان تيجي تدفع 3.5 جنيه وانت ما جيتش. فطبعا سقط. عاوز بقى تعمله تاني اكتبه باسم تاني. فطبعا دي معاناه كبيره. النهارده مين تاجر، مين رجل اعمال في مشروع جديد وهتوصل له ازاي رجل الاعمال؟ عشان توصل لواحد لمشروع يكون لسه فكرته جديده ويبتدي يستثمر معاك ويكبر معاك ويعمل مصنع ويعمل الكلام ده، مش سهل يعني. صعب الموضوع. طبعا. طب حضرتك لقيت ليه حد او ابتديت؟ والله يا استاذه ولاء فاجئتني النهارده بمفاجاه جميله. حضرتك هتشوفها دي بس بعد الفقره الثانيه ان شاء الله. طب احنا عايزين نعرف بقى الجهاز بالتفصيل، يعني احنا عايزين نخلي الكاميرا توصل لينا. نخلي الكاميرا توصل هنا ونشوف الجهاز امكانياته بالظبط. احنا فهمنا الفكره تمام. ان الفقرات دي بتتباعد فالغضاريف بتتطول او بتكبر. ده بالنسبه لزياده الطول. تمام. اما فيما يتعلق بالنواحي العلاجيه، يعني الجهاز ده دخل كذا مركز علاج طبيعي، لان الجهاز المشابه ليه اللي بيؤدي نفس الغرض المستورد ده بيعدي 15، يعني في ارقام فلكيه. تمام. فطبعا الدكاتره خاصه المراكز الناشئه بتستخدمه في اللي هو لما يبقى حد عنده مشاكل في العمود الفقري او في الرقبه. هو ايه دي؟ ال 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 ما راحش على في حد يشرفنا. صح؟ ايه؟ لو حد يجرب ال طب اتفضل حضرتك كده ممكن. معلش ده الاستاذ. اتعرف بحضرتك؟ شوف لو تحب. اهلا بحضرتك. طب اتفضل حضرتك جرب. ده طبعا هو بيقعد. اقعد يا محمود. ده الجهاز بتاعنا. اقعد. احنا اقعد هنا وانزل. انزل بظهرك على لا انت هتنزل كده. هو بيقعد كده. ده بيتظبط على رجليه على حسب الطول. على حسب طوله. افرد رجليك يا حوده. افرد رجليك. بيدخل رجليه هنا. دخل رجليك يا محمود من بره ودخلها. ايوه تمام. بيعمل خلي بالك الراجل تبعنا. ها ايوه ماشي. وبيبتدي هنا الموتور. هو بيبتدي يحرك هنا يا محمود لقدام
لا لقدام كده، ايوه حرك. بيبتدي هنا الجهاز يشده، بيشد الرجل. طبعا احنا هنشده جامد النهارده، لكن هو مفروض في في البرنامج بتاعنا هو عشان يوصل، شد يا حوده ما تخافش، عشان يوصل للحد الاقصى ليه بياخد ده هنا بيطول حوالي 15 سنتي. الشد ده بيطول هو 15 سنتي، الشد بيبقى 15 سنتي. بس احنا لما الوحده التدريبيه عندنا اللي هي ربع ساعه، هو ما بيجيبش الجهاز للاخر مره واحده. هو بيعملها على ثلاث مرات، ثلاث مراحل. واخد بالك؟ طبعا زي ما حضرتك شايف نفس الكلام، اللي هو الجزء الشق العلاجي بتاعه ان هو بيبقى عنده الام في اسفل الظهر، عنده هنا الجزء الثاني انا هشرح لحضرتك بعد ما يخلص، اللي هي الرقبه نفس الكلام ده، بتبقى الرقبه هنا. ممكن محمود برضه عشان ما نضيعش وقت البرنامج، لو عمل اعمل يا حوده هيحس هنا بشد اللي هي. طب ممكن بس حضرتك عشان معلش انا اسف، اتفضل. طب كمل حضرتك. فبيبقى هنا الرقبه، فالرقبه بتتشد. ده بقى هنا اللي هو البرنامج بيلعب ربع ساعه على ده ولوحده خمس دقائق على الرقبه. اما فيما يتعلق بالشق العلاجي بالنسبه لاخصائي العلاج الطبيعي، هو على حسب البرنامج اللي هو بيشوفه. فهنا الفقرات دي بتتشد زي ما قلت، زي بقى من ايه اللي هي الفكره دي. خلاص يعني انت كده حاسس بيه يا حوده؟ انت مشدود دلوقتي يا حوده. الله يعينك يا محمود. الله يعينك. طيب هنسيب محمود؟ لا مش هنسيب محمود للدرجات دي. طيب هنا بقى في حاجه مهمه جدا. اتفضل. لما بيبتدي يقوم ما بيرجعش، لا هو بيقوم الاول، بينزل رجليه الاول. انزل يا حوده برجليك، ايوه، ويبتدي ياخد الوضع الطبيعي براحته عشان خاطر ما يحصلش اي مشكله يعني. طبعا هنا في نقطه مهمه. شكرا يا استاذ محمود. شكرا يا استاذ محمود. في نقطه هامه جدا هنا، احنا بنيجي يمكن العلماء عارفين دي كويس، ان الانسان بالليل بيقصر والنهار بيطول شويه. طب ليه؟ انا عايز اعرف. لا بجد ليه الموضوع ده؟ هو انت لما حضرتك انت بتفضل طول النهار واقف، فدي بتضغط كده. بتفضل لو تيجي بقى بالليل بتكون دي خلاص فكت. لا بالليل بتكون اتضغطت جامد. فالطول العام بيقصر. لما بينام بيبتدي الفقرات ايه؟ تفك تاني. تفك. عشان كده احنا بننصح دايما حتى الاطفال انه ما يناموش على مراتب طريه، سوسه او حاجه زي كده. دي خطره جدا. تبقى مشكله. دي حتى لما تقرا في العلوم الخاصه بـ 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 بعلم التطويل، ان يقول لك نام على حاجه تكون مستويه، يعني تكون دي مش ما تكونش طريه. لانك تدي فرصه للعمود الفقري ان هو ياخد وضعه والفقرات تتابع. طب حضرتك شايف ايه النومه المثاليه للموضوع ده؟ الواحد ينام على ايه يعني؟ ينام على مثلا اكيد قطعا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بينام على جنبه اليمين، وضع كفه. ففي حاجات ودراسات قالت يعني علشان يريح الغضروف او بالاصح يريح الظهر، العمود الفقري ينام على كده على جنابه ورجليه طالعه شويه. فالرياضي يعني ميكانيكيا هتلاقي ده مشدود. تمام. يعني هتلاقي العمود نفسه مشدود. تمام. طب هو في فيديوهات المفروض حضرتك محضرها لنا علشان خاطر نحاول نشوفها؟ انا كنت عايز اوضح لان كتير ناس بتتصل. يعني على عندنا على الموقع منين احنا موقع ويب سايت، فهم مش مصدقين يعني، مش مصدقين اللي بيحصل. ممكن الانسان يطول بعد، خاصه بعد سن البلوغ. فانا جايب بعض الفيديوهات، حابب ان يعني فيديوهات انا اعلق عليها بحيث ان الناس تشوف. طيب احنا قبل ما نطلع الفيديو دلوقتي نشوف الفيديوهات دلوقتي، انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. طب خلاص احنا ممكن ناخد الفيديو دلوقتي. هم قالوا دلوقتي ناخد الفيديو دلوقتي. طب اتفضل. ده الفيديو تمام. شوف حضرتك ده لو رجعنا شويه، ده طبعا دي مجله مينس هيلث، احدى المجلات الدوليه المشهوره في مجال اللياقه البدنيه. وهو هنا بيشرح ان على الاعلان نفسه ان هم كاتبين ان انت تستطيع ان انت تطول 2 ان هم 5 سنتي في شهر من خلال التمارين اللي هم هيعرضوها دلوقتي. لو هم يعني لو الاستاذ هو حضرتك الفيديو ده، طب ممكن نقدم سنه بسيطه؟ لو قدمنا سنه عشان يشوف الـ 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 هو هنا بيشرح ده برنامج، ده تدريب. ده اظن ايوه ده اسمه الكات. كات؟ الكات. ده برضو تطويل برضو. ما انا قلت لحضرتك هو دي برامج، ده جزء من التمارين من البرامج اللي انا كنت بعملها في اول ما ابتديت. اللي قبل ما يطلع الجهاز. فشايف ده حضرتك ده الكات، هو بيعمل زي تشوف حضرتك لما كنت تشوف قطه وبتتمطع كده. ده عشان حضرتك بيفرد السلسله، سلسله الدرع والغضروف، المنطقه اللي هي الصدريه اللي هي الـ وبيرجع. ده عشان لا العمود الفقري نفسه. ايوه هو شوف حضرتك ما هو ده اللي انا بتكلم فيه حضرتك. طبعا لو ان الناس هتعمل البرامج يعني هيبقى كورس تدريبي
بيحتاج يتمرن الصبح ويتمرن بالليل، وكنا بنوصل في التمارين لساعة ونص، واذا هو ما التزمش في التمارين ما بيتكلمش. طيب هو احنا